الحدث في المكان جائز بشرط أن يكون الرجل في المسجد، لكن حجز في الصف الأول وذهب في طرف المسجد من أجل أن يقرأ وحده لئلا يشوش عليه الناس. وبشرط آخر أنه إذا وصل إلى مكانه الصف الثاني فإنه يلزمه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان في المسجد باب المقدم يمكنه أن يخرج من المسجد ويرجع إلى الباب من جهة الباب، فهذا لا بأس أن ينتظر حتى تطيب نفسه ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى مكانه. تحجير الأماكن في المساجد يرى بعض العلماء أنها جائزة مطلقا، سواء كان الإنسان في المسجد أو ليس في المسجد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه أنه يجوز للإنسان أن يتحجر ومتى جاء دخل في مكانه. ولكن الصحيح أن هذا حرام وأنه لا يجوز أن يتحجر، لأنه يمنع غيره ما هو الأفضل، ولأن ذلك يؤدي إلى أن يتراخى هو أيضا في الحضور، لأنه إذا اطمأن أن مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأتي إلى متأخرا، ولأنه يترتب عليه أحيانا أن يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام. هذا الذي نراه في هذه المسألة. أما إذا كان الإنسان في المسجد بأن يضع شيئا يحتج به المكان وهو في المسجد فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يلزم منه تخطي رقاب الناس. وعلى هذا فإذا حجزت المكان في الصف الأول ثم وصل إليه الصف الثاني إلى مكانك وحداه فإنه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطى رقاب الناس. ما لم يكن للمسجد أمام من القبلة تدخل منه فلا بأس. فالصحيح في هذا المسألة التفصيل أن من كان في المسجد فلا حرج لأنه حصل له التقدم، ولكن ربما الناس تلاحظ أنه إذا ابتعد عن الناس أخشى له في صلاته، أو ربما يكون ممن يجهرون بالقراءة فلا يحب أن يبقى في الصف الأول فيشوش على الناس، أو يحب أن يكون له مذاكرة في درس من الدروس يحب أن يكون بعيدا عن الصف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ماذا تقولون حول الذين يحجزون الأماكن في الدروس أو في الصلاة؟ نعلم بأن أحد طلاب العلم هو معروف كان يحجز المكان طول الوقت، يعني دائما حاجز. نعم. فماذا تقولون مشاكل؟ أما الحجز في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من أجازه ومنهم من منع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه حرام، وأن السبق لا يكون فيما يوضع في الصف، السبق يكون في بدن الإنسان. ومن العلماء من يقول إنه جائز تحجز، ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حقه. والذي يظهر أنه لا يجوز في الصلاة. أما في حلقات العلم فهو أهون، ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئا على الكبار الذين يفهمون ويعلمون. على كل حال هو أهون من الحجز في الصلاة. نعم. طيب يا شيخ، إذا لا خلاص ما في نسأل واحد، لا توضيح يا شيخ. أقول الصغار إذا ما تقدمون قد يكون ما يفهمون يعني طول عمرهم، لا يفهمون طول عمرهم إن شاء الله يتقدمون، يعني بمعنى أنه لأني ما أظن أن الحجز بيكون كل المسجد يحجز للطلبة، يمكن يحجز صف أو صفين. طيب بالنسبة للصلاة شيخ، هل ينكر عليهم أو يرفع ما حجز؟ لا يرفع الرفع، لا يرفع، لأن المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف ورفعت الصلاة فيها نزاعا مفسدته أكبر من كونه تقدمه يحجز. كل شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع فتجنبه،
الخلاف شر، ما فيه خلاف. نعم.